وفاء العهد، لأن ما هو العهد؟ العهد ربط حدث بزمن في شيء. فإذا أنت وفيت العهد مع الناس يبقى دليل على أن لك دربة في أن توفي العهد مع الله. إن كذبت في عهد مع الناس ما نأمنكش على عهد من الله. ولذلك ليه النبي قال إنك أنت قد يفعل الإنسان يشرب خمر، يزني، يسرق، يرتشي، قال له يكذب؟ قال له لا. ليه؟ قال له لا، لأن لما يكذب أنا ما صدقوش لما أقول أشهد أن لا إله إلا الله، يبقى كلمة التوحيد الحقة أنا ما صدقوش فيه ما دام ألف الكذب. فإذا كنت عاهدت إنسانا على شيء فقد طلبت منه أن يرتب حياته ووقته وأحداثه على عهدك، وأنت صرت حرا في الارتباط، يبقى أنت عطلت عن مسأله وأنت إيه ما تعطلتش عن مسألك، يبقى قيدت حركته وأطلقت حركتك.